كتضرب رجل اليسار كتقلب وتضرب. دابا انا رجل اليسار قدام كنبغي نضرب كنقلب ونضرب. حيت نقول لكم ديما ما عمرك تكون صاحبك شنو غدير قبل ما تضرب. السلام عليكم خوت صافا كلشي مزيان معكم خوكم امين. فيديو اليوم جيت باش نقول لكم طريقه كيفاش تحرك رجليك باش تضرب رجليك. كنا درنا واحد الفيديو كيفاش تحرك رجليك باش تضرب الباكسن باش ما ديرش اخطاء في الباكسن. الناس بزاف سيطروا ليا ميساج قال لي امين كيفاش نديروا كيفاش نحركوا رجلينا باش نضربوا رجلينا. سوف هذا الفيديو هذا غنوريكم جوج اخطاء اللي ما خصكش ديرهم وكيفاش تصلحهم لو بغيتي تضرب رجليك. جوج اخطاء الناس كديرهم بزاف لو بغيتي تضرب رجلي اليمنية ولا رجلي القدام اليسرية. وشنو خصك دير؟ يلا خليك معايا. نشرح لكم طريقة اخطاء هما الاولين. غنبداو بالاخطاء الناس اللي كدير ومن ثم غندوزو شنو ما خصكش دير. نبداو بالخطا الاول ان الناس واش بغا يضرب رجل اليسار. رجل القدام هي اللي اغلبيه الناس كيكون عندهم مشكل فيها. الناس واش بغا يضرب رجل اليسار كتقلب وتضرب. دابا انا رجل اليسار قدام كنبغي نضرب كنقلب ونضرب. حيت نقول لكم ديما ما عمر تقول لصاحبك شنو غدير قبل ما تضرب قبل ما دير. يعني ما عمري غنقول لك شنو غندير قبل ما ندير. شنو غندير يعني باش تقلب انت هكا اين فوانا كنشوف قلبتي غنضربك ما غنخليكش تضربني. يعني في هنا خصك ضربه من كنضربها من كيفاش الطريقه هذه باش كنضرب بها انني باش تعلم ليها هاك شنو خصك دير. انني غنكون هنا غنجيب رجل اليمين لعند اليسار ونطلع ونضرب ونعاود ردها انا نحاول ندير لكم هاد الطريقه. هنا كتشوفني كنجيب اليمين عند اليسار اليمين عند القدم ديال اليسار وكنوقف ونضرب رجع كنوقف ونضرب. في البدايه غادي تجيك صعيبه في البدايه غيبان لك ديك الرجل ما فيهاش الجهد غاتجيك ثقيله ولكن مع كي تنقولوا حنا الريبيتيشن ولا الريبيتيسيون ولا واتيفر بالفرنسي يعني مع التعويد ديال غتبقى ديرها اجين ان اجين ان اجين غتولي عندك فيها القوه. كما كتشوفوني فاش كنلعب فاش نبغي نضرب رجلي اليسار ما كان ندورهاش الا لا بغيت انا يعني ماشي تندورها ما قادرش نضرب لان من هنا سريعه كتكون هنا كتقدر تضرب بها سهله. اوكي سو هذا هو الخطا الاول ما تدورش عاد ضرب ما تسويتشيش عاد ضرب. يعني خصك تعرف الطريقه كيفاش تضرب بسرعه سويتش الا انت لا بغيتي تسويتشي يمكن لك تختار طريقه السويتش. الطريقه الثانيه انك فاش تبغي تضرب رجلك اليمنية واحد الخطا الناس بزاف كديروا انك فاش تبغي تضرب كيتنقص عاد كضرب. بزاف الناس كتبغي تضرب رجلها اليمين كدير بحال عاد كضرب هنا وعاد كضرب. في المواي تاي غادي كي تنقولوا حنا غتحصل ما يمكنش في كيك باكسن نقص ساعه ضربتي تقدر تضرب يقدر شي واحد يوقفك بالباكسن قبل ما تضرب رجليك. داكشي علاش في الكيك باكسن ما كيضربوش برجليهم بزاف. اما في المواي تاي ما خصكش تنقص بزاف اين فوا غتنقص الشخص. يعني علاش يكون مواي تاي ثقيل تاي باكسين ثقيل لان الشخص يبقى يكون سامر على خطا صغير ديرو غيندمك عليه. خطا صغير ديرو غيندمك عليه. سو باش نكون ما نضرب رجلي ليا ما نديرش بحال هكا. يعني بحال هكا كتنقص طريق ما بينك وبين الشخص اللي قدامك فاش كتجي تضرب. اما هو كيضربك قبل اولا كتضربه ما كيكونش فيها الجهد لانك نقصتي الجهد نقصتي المسافه. نو فاش نبغي نضرب رجلي ليا من هنا واحد جوج ثلاثة واللوحة واللوحة غير كنوقف هاد الرجل هادي كنوقف على صباعي على هاد البقالة اللي عندنا هنا في رجلينا وكندور رجلي كندور رجلي كندور بحال شي روسول دايرو لتحت وكندور كندور ما عمري نقز ونضرب إلا كي تنقول إلا أنت لا بغيتي تنقز لسبب ما ضربتي صاحبك ولا أنت بغيتي تنقص من المسافه. اما الطريقه الصحيحه باش تضرب في المواي تاي ما تنقش خليك من هنا واحد جوج كنتحرك ديش 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 من تما كاللوحه ما نحتاجش نقص. اوكي الخوت صوت تبارك الله عليكم. ما تنساش الا كنتي كدير شي خطا من الاخطاء خلي لي في كومنت قولوا لي الا استفدتي من الفيديو بارطاجي مع صحابك خلي اللايك ديالك ونشوفكم فيديو جديد في حلقه جديده مع تكنيك جديد مع اخوكم امين. السلام عليكم.